إفادة، الخبر بالمختصر المفيد. معكم محمد الترغيني، رئيس جمعية تنجيس للصيد الرياضي. اليوم كنتواجدوا هنا في مارينا ضيف بمدينة أنجا. المناسبة هي المسابقة الدولية للصيد الرياضي العمودي من القارب اللي كينظمها النادي الملكي للزوارق الشراعية بطنجة. هذه المسابقة هي دولية بالمشاركة ديال عدة دول وعدة أبطال من مختلف الدول، فيهم الإسبان، فيهم الإنجليز، فيهم الإيطاليين، بما في ذلك الأبطال ديالنا المغاربة. هذه المسابقة احنا يعني مشاركين بواحد جوج هذا لاعبين أعضاء من الجمعية ديالنا، وفي نفس الوقت مشاركين في اللجنة ديال التحكيم تسعود ديال الحكام. ايضا عندنا واحد الستوند هنايا كيف ما شتي في هذا الفيلاج اللي عملوا النادي الملكي. كاين هاد لي ستوند يعني متنوعين. الستوند حنا ديالنا يعني اختصاصي في الصيد الرياضي الشاطئي، ويعني الزوار اللي كيزورونا كنشرحوا لهم شنو هو الصيد الرياضي الشاطئي. كانت ايضا زيارات من بعض التلاميذ ديال بعض المدارس هنا على مستوى المدينه، كنشرحوا لهم شنو هو الصيد الرياضي، شنو هما المعدات اللي كنستعملوا فيه، شنو هما الانواع ديال الطعوم، وايضا كنحسسوهم بالبيئه البحريه والحفاظ عليها، وشنو هي البيئه البحريه وفين وصلت الدرجه ديال الخطوره ديالها. يساوي طالبة بمعهد تكنولوجيا الصيد البحري بالعرائش شعبة الصيد. احنا جينا بدورنا للمسابقة الدولية للصيد الرياضي والحفاظ على الثروات البحرية. جينا للحملة التحسيسية لفائدة تلاميذ المدارس الخاصة والمدارس العمومية وكافة العامة، والحمد لله توفقنا في هذه الحملة التحسيسية بدورنا كطلبة بالمعهد تكنولوجيا الصيد البحري، وكانت الحمد لله تجاوب من عند تلاميذ ومن عامة الناس، وإن شاء الله يكونوا حملة تحسيسية في المستقبل، وإن شاء الله يكونوا أكثر من هكا. وإحنا الحمد لله بدورنا أعطينا أفكار جد مهمة، لو أعطينا أرقام جد مهمة، لأننا كيف ما كنعرفوا كاين مشاكل كاين في هذا المجال بالنسبة للتلوث في البحار، والمشاكل ديال أنها من هنا إن شاء الله الى قدر الله من هنا 2050 تكون ما يبقى حتى شي حوت. دونك حنا باش نيفيتيو هاد لي بروبليم كاملين نتمنوا انها تكون حمله تحسيسيه لفائده الجيل الصاعد اللي هما التلاميذ، سواء كانوا المدارس الخاصه او العامه، والحمد لله توفقنا وان شاء الله يكونوا في القريب بحمله تحسيسيه اخرى. وشكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش تفعيل الجرس والضغط على زر ابوني باش يوصلكم كل جديد.